الصالح رضوان الله عليهم، السلف الصالح رب العالمين جون رازيبه، كانوا يلقنوا الاولاد سيره النبي صلى الله عليه وسلم. صار يخوني تشكرا حياته بخمبري ما هي بكر، يعني يجلس الولد يعني ذرا يرد نشت، ثم يذكر له السيره شيئا فشيئا حتى يحفظها ويضبطها. بدا سبيتكر هندك 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 زارا خونا تشوتك حياته في خمبري ما يندكر حتى هو ازبر بك، حتى يعرف ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم. سبك زارا تشوتك بزن وكي في خمبري ما سر تشبيه. عندنا بعض الاولاد في هذه الايام زمان ماذا هنا زارا تشوتك هنا لا يعرف الا لاعب الكره فوتبولي بيشتر تتشتي نزانه، لا يعرف النبي صلى الله عليه وسلم في خمبري ما نازناك، لا يعرف أن النبي صلى الله عليه وسلم هو محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام. نزلنا كي في خمبري ما صلى الله عليه وسلم نوبي بوبي عبد الله.